مباراة شكلية حاول من خلالها مدربي الفريقين إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين الشباب الذين أبانوا على مستوى لا بأس به، خصوصا اللاعبين بوزغاية وبوطبة من الهلال وبكوش والحارس يحيى من اتحاد الشاوية. فانتهى شوط المباراة الأول بتعادل سلبي. المرحلة الثانية شهدت انتفاضة حقيقية لأصحاب الأرض الذين وصلوا إلى شباك الحارس كشكار في أربع مناسبات. بدأها المتألق في هذه المباراة بكوش بهدف السبق في الدقيقة 17. 10 دقائق بعد ذلك نفس اللاعب بكوش وفي توغل يضع كرة على طبق للمهاجم صاحبي صليح الذي بدوره يضعها في الشباك. المهاجم صاحبي صليح دائما يستلم كرة داخل منطقة العمليات وبتسديدة قوية يسجل ثالث الأهداف. وفي الوقت البديل المهاجم قاسمي يختتم مهرجان أهداف هذه المباراة التي شهدت طرد اللاعب نفار من اتحاد الشاوية وخلفاوي من فريق هلال شرغوم العيد. المعلم قدموا شوط جيد جدا، الشوط الثاني ممكن فيها عدم تركيز، ممكن فيها